الله الرحمن الرحيم. أستاذ الدكتور زكريا سند، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة المنوفية. هنتكلم النهاردة عن البنج اللي ممكن يستخدم في العمليات الجراحية أثناء الحمل، وبالذات في الولادة القيصرية. البنج نوعين كبار قوي، في بنج كلي بتاخده المريضة في الوريد ثم بالاستنشاق عن طريق الأنف والأنبوبة الحنجرية، وده بيصل إلى الجنين وقد يؤثر على الحالة الصحية للجنين ويؤدي إلى تخدير للجنين كما يخدر الأم. بينما البنج النصفي أو الإبيديورال ده لا يصل إلى الجنين، وبالتالي فهو آمن بالنسبة للجنين. كمان الأم بتبقى واعية وصحية والأفعال الإنعكاسية عندها موجودة، وبالتالي هو أأمن بكثير من البنج الكلي. بالنسبة للبنج الموضعي زي في الأسنان ده آمن جدا، فيش منه أي خطورة أثناء الحمل، وبننصح أي سيدة عندها أي مشكلة في الأسنان تعالجها، لأن ده لو أهملتها ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. بالنسبة للالتهابات الفطرية أثناء الحمل دي كثيرة جدا نتيجة تغير الهرمونات وتغير الرطوبة في المهبل وبتزداد، ولكن هي ليس لها تأثير سلبي على الحمل لأنه هو التهاب موضعي ويعالج بكريمات ولبوسات موضعية فقط لمدة 3 أيام إلى أسبوع على الأكثر، ليس له أي تأثير على الأم الحامل سوى الأعراض بس من حكة وحرقان، لكن لا يؤثر على الجنين في أي شيء. هنتكلم كمان على السمنة اللي هي مرض العصر. زيادة الوزن طبعا تصيب نسبة كبيرة جدا من السيدات حتى والرجال، حوالي 20-40% من السكان بيصنفوا على أنهم عندهم زيادة في الوزن أو سمنة. السمنة أثناء الحمل ممكن يصاحبها زيادة في أو ارتفاع في ضغط الدم، وزيادة في نسبة حدوث مرض البوليسكري أثناء الحمل، وده ينعكس سلبا على الحالة الصحية للجنين. كمان السمنة بتؤثر في الولادة، يبقى في صعوبة في الولادة، قد تؤدي إلى ولادة قبل الميعاد، ويزداد معدل الولادات القيصرية في السيدات البدينات، وده بيعرضهم إلى مشاكل كثيرة في التخدير وزيادة نسبة النزيف بعد الولادة. شكراً.